السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح آخر حاجة معانا في المحور الثالث، وهي قصة التصدق أو العطاء، ودي قصة بسيطة هنقراها مع بعض. بعد صلاة العيد قرر عمر وزياد أن يلعبا معا بسيارتي عمر الجديدتين، وبينما هما يلعبان لاحظ والد عمر أن طفلا محتاجا يقف من بعيد يشاهدهما، وكأنه يتمنى لو أن عنده سيارة جديدة مثلهما فيلعب معهما. يبقى عمر وزياد كانوا بيلعبوا مع بعض بعربيتين صغيرين زي ما في صورة كده بتوع عمر، وهما بيلعبوا أبو عمر والد عمر اللي هو أبوه يعني خد باله إن في طفل محتاج قاعد بعيد بيتفرج عليهم، ولما بص عليه حس كده إن هو نفسه يلعب معاهم لأنه فقير ومعهوش ألعاب زيهم. نادى والد عمر زيادا وعمر وأخبرهما بما لاحظ وسألهما: يا ترى هل تستطيعان مساعدته لتدخل السرور عليه؟ فاقترح كل منهما أن يتصدق بلعبة من لعبه. يبقى الأب أبو عمر نادى على زياد وعمر وقال لهم اللي خد باله منه، قال لهم إن في ولد فقير، إيه رأيكم تساعدوه؟ أو هل تقدروا تساعدوه عشان تدخلوا السرور عليه؟ فكل واحد فيهم اقترح إن هو يتصدق بلعبة من اللعب اللي معاه، هم عندهم لعب كتير في البيت، وكل واحد قال أنا هاخد لعبة من اللعب دي وأديها له. ذهب زياد وعمر لإحضار لعبة، واختار كل منهما لعبة بحالة جيدة وغلفوها بورق الهدايا حتى تبدو بأحسن شكل كما وصاهما والد عمر. يبقى زياد وعمر راحوا يجيبوا لعبة، كل واحد فيهم جاب لعبة من بيته، ولو خدنا بالنا هنلاقيهم جابوا لعبة بحالة جيدة، يعني مش حاجة قديمة. لا، الأفضل إن احنا لما نقدم صدقة أو لما ندي حاجة لحد فقير تكون حاجة كويسة، حاجة لو احنا حد ادهلنا نرضى نقبلها منه، تمام؟ وكمان ما اكتفوش بكده، ده كمان حطوها في ورق هدايا عشان يبقى شكلها حلو زي ما أبو عمر قال لهم. أهدى عمر وزياد الهدايا للطفل ففرح بها وشكرهما، ففرح لسعادته وقرر أن يقوم بإخراج لعبة من لعبهما كل فترة حتى تعم السعادة على من حولهما من المحتاجين. يبقى هما أهدوا يعني ادوا الهدية للطفل، ففرح بها أوي وشكرهم، فهم فرحوا لما شافوه فرحون، وخدوا قرار إن هما دايما يطلعوا لعبة من لعبهم كل فترة، مثلا كل شهر أو شهرين، عشان الناس الفقراء اللي حواليهم أو المحتاجين يبقوا سعداء ومبسوطين دايما. يبقى القصة باختصار اللي عندنا إن عمر وزياد كانوا بيلعبوا، وأبو عمر شاف الطفل المحتاج قاعد بعيد، فراح لهم وقال لهم إيه رأيكم تدوله حاجة هدية عشان تفرحوه؟ فكل واحد فيهم راح بيته وجاب هدية وقدموا الهديتين بصورة كويسة للطفل. يبقى نتعلم من القصة دي إيه؟ نفهم طبعا إن في حاجة عندنا في الإسلام اسمها الصدقة. الصدقة دي معناها إن أنا أدي الناس اللي محتاجة من الحاجة اللي معايا، والصدقة دي مش لازم تكون أكل أو شرب أو فلوس، ممكن تكون أي حاجة، ممكن تكون لعبة، ممكن تكون هدوم، ممكن تكون تلفزيون، أي حاجة، كتاب. طول ما الحاجة دي أنا ممكن أستغنى عنها والشخص اللي قدامي ده هيبقى فرحان لما ياخدها وهتفيده في حياته، يبقى يفضل ان انا اديها له. وطبعا يفضل برضو ان الصدقة دي اديها للشخص بطريقة كويسة، وحاول انها تكون بحالة كويسة عشان ما يحسش ان انا بضايقه ويبقى مبسوط لما ياخد مني الحاجة دي. اخر حاجة عندنا خالص في المحور ده هي نشيد العيد، تعالوا نقرأ مع بعض. عيد الاضحى ما احلاه، ما اجمله ما ابهاه، يأتي دوما في ذي الحجة، حبا فيه لا ننساه، فيه التقوى فيه الحج، نرجو عفوا يا ربه. هو هنا بيقول عيد الأضحى ده يعني حاجة جميلة جدا وبهية يعني جميلة، ودايما طبعا بيجي في شهر ذي الحجة اللي هو آخر شهر في الشهور الهجرية في نهاية السنة. احنا عندنا شعبان وبعدين رمضان وبعدين شوال اللي هو بيجي فيه عيد الفطر وبعدين ذي القعدة وبعدين ذي الحجة اللي بيجي فيه عيد الأضحى. حبا فيه لا ننساه يعني من كتر حبنا فيه ان احنا بنحب العيد ده مش بننساه، لان اي حد بيحب حاجة طبعا مش بينساها. فيه التقوى، والتقوى دي يعني ان احنا نعمل حاجات كويسة ونبعد عن الذنوب والمعاصي. وفيه الحج، عيد الاضحى بيبقى فيه الحج زي ما شرحنا، نرجو عفوا يا رب، هما هنا بيدعوا ان ربنا يعفو عنهم. تعال نشوف معاني الكلمات. دوما يعني دايما، دائما. نرجو يعني نتمنى، نفسنا في حاجة، وعفوا يعني مغفرة، هي تشبه المغفرة. وبكده نكون خلصنا المحور الثالث تماما. ان شاء الله من الدرس الجاي هنبدأ في المحور الرابع اللي بعنوان التواصل. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديوهات، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.